طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. الشهر الماضي أطلق رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي دعوة لما سماه حوارا وطنيا، واليوم تصادر أراضي المواطنين في اللطيفية وما زال أهالي مناطق أخرى لم يعودوا لها، فكيف يستقيم حوار وطني في ظل تهجير وتغيير ديموغرافي واضح؟ أليس المفترض أن يسبق الحوار خطوات يلتمس منها المواطن جدية الحكومة في حل ملفاته العالقة لكي يشعر المواطن بأنه ينتمي لهذا البلد؟ أم أن الحكومات المتعاقبة تطلق الحوارات من أجل التفاهمات السياسية بين الكتل وليس لمصلحة المواطن؟ حلقة جديدة في مسلسل التغيير الديموغرافي الذي يجري في العراق على قدم وساق منذ عام 2003 ولغاية الآن، مرة يجري بحرب طائفية، ومرة يجري بدخول داعش، ومرة بمنع النازحين من العودة إلى ديارهم. واليوم حلقة جديدة بحجة توزيع أراضي المزارعين في اللطيفية على المراتب في وزارة الدفاع، فكيف يستقيم الحوار الوطني والمواطن يهجر من أرضه وأرض آبائه وأجداده؟ مصادر مطلعة تحدثت اليوم بأن حكومة الكاظمي صادرت أكثر من 15,000 دونم زراعي بمناطق شرق اللطيفية جنوبي بغداد. المصادر قالت بأن الحكومة صادرت تلك الأراضي العائدة لفلاحين من عشائر الغرير والجنابيين والإسعادات وسلمتها إلى مديرية الإسكان العسكري، أشارت إلى أن العملية تمثل حملة جديدة للتغيير الديموغرافي في مناطق حزام بغداد وتدميرا للزراعة. بيّنت بأن مناطق شرق اللطيفية تتعرض لعملية تهجير قسري بدافع مصادرة الأراضي الزراعية للسكان لبناء مجمعات سكنية تابعة لمنتسبي وزارة الدفاع، علما بأن هذه الأراضي الزراعية عائلة لعائلات مضى عليها أكثر من 200 عام. أشارت إلى أن نحو 2000 عائلة باتت مهددة بالتهجير القسري، وكذلك تحدث مرصد أفاد الحقوقي وأكد بأن مصادرة السلطات الحكومية لآلاف الدونمات الزراعية في مناطق شرق اللطيفية جنوبي بغداد وتأتي في إطار عمليات تضييق، كما أشار المرصد، تضييق غير قانونية لتمارسها أطراف مختلفة سياسية وحكومية في مناطق حزام بغداد منذ أشهر طويلة، وتدخل ضمن مشاريع التغيير الديموغرافي في تلك المناطق. أضاف المرصد بأن هذه الخطوة الخطيرة تنطوي على عملية تهجير قسرية جديدة وتمثل واحدة من الانتهاكات القانونية والإنسانية التي تمارس تحت غطاء الدولة وباسم القانون. طبعا تتعرض مناطق عدة في جنوب بغداد وشمال بابل لعمليات استيلاء ممنهجة على أراضي الفلاحين النازحين ومنحها لجهات أخرى، في الوقت الذي تمنع الميليشيات أهالي تلك المناطق من العودة ضمن سياسة التغيير الديموغرافي التي تمارسها هناك. نتابع هذا التقرير ونعود إليكم. عملية تغيير ديموغرافي تجري على قدم وساق في العراق، تشمل غالبا مناطق حزام بغداد والمحافظات المحيطة بها ضمن سياسة باتت معروفة للجميع. الحملة الجديدة شملت هذه المرة مناطق شرق اللطيفية جنوب العاصمة بغداد، حيث قامت قوة عسكرية بإنذار فلاحين يقطنون على أرض مساحتها 15,000 دونم لإخلاء مناطقهم التي تسكنها منذ أكثر من 200 عام عشائر غرير والجنابيين والسعيدات، لكنها باتت الآن ملكا لمديرية الإسكان العسكري التابعة لوزارة الدفاع. عملية تهجير قسري لنحو 2000 عائلة من سكنة تلك المناطق تجري تحت غطاء قانوني بدافع مصادرة الأراضي الزراعية لبناء مجمعات سكنية تابعة لمنتسبي وزارة الدفاع، ناهيك عن المخاطر الأخرى المتعلقة بضرب القطاع الزراعي عبر تدمير أرض خصبة للمحاصيل الزراعية وتغيير تركيبة سكانية للمنطقة.
لم تكن هذه الحملة هي الأولى، فقد سبقتها العديد من عمليات التغيير الديمغرافي بذرائع شتى، آخرها ما جرى قبل أسابيع حيث كشفت مصادر في وزارة الزراعة عن فسخ عقود 270 فلاحاً ومزارعاً في مناطق جنوب بغداد، تحديداً في اللطيفية والمحمودية واليوسفية والرضوانية، فضلاً عن جرف الصخر وضواحي الإسكندرية شمال بابل في الأشهر العشر الماضية. وتعود هذه الأراضي لفلاحين ومزارعين نازحين منذ سنوات وليس بمقدورهم العودة إلى أراضيهم. في المقابل منحت السلطات الكثير من العقود لأشخاص آخرين في خطوة جديدة تعمق معاناة النازحين وتثير مخاوف جديدة بشأن دوافعها، خصوصا أن ميليشيات مسلحة تسيطر على نحو 80% من تلك المناطق وتمنع سكانها من العودة إليها منذ عام 2014، وهو ما يمثل إصرارا واضحا من قوى سياسية وميليشيات موالية لإيران على أحداث التغيير الديمغرافي الطائفي في مناطق جنوب بغداد لتنفيذ أجنداتها في المنطقة. نعم، معنا اتصال محمود من الموصل. محمود، شلون نشوف هذا الموضوع، موضوع مصادرة 15,000 دونم في اللطيفية؟ هي أراضي زراعية تابعة لناس صار لهم يعني إذا أقل شيء فد 200 سنة عايشين ويزرعون بهذه المنطقة إذا مو أكثر، وارثيها من آبائهم وأجدادهم، واليوم تجي الحكومة تسلمها إلى وزارة الدفاع بحجة توزيعها على الرتب العسكرية لبناء مجمعات سكنية. تفضل. هذه خوش حال، هذه حكومة صارت فوضى. حكومة صارت فوضى. شلون الحكامة تساعد على حكمه لك من بغداد بالتليفون؟ شلون تساعدنا تركيف يوميا تسفر له 1000 مواطن على المحكمة إيراني يحكم بتركيف يأمر الحكام بالمواطنين؟ هذه صارت بس مين هم؟ والله مين هم؟ لا بالقرآن ومنزل القرآن يا ليلة تاليتنا حرمة. واحد اثنين، سوالف نور المالكي والعبادي يدد 5,000 للموصل و5,000 للرمادي كل اتبين و5,000 التكريت و5,000 لديانة بينت للمنظمات خلهم يتخبون يتمنهم رواتب. ضحك. شوف شون دا يخوى رب عامل الاستفاد، والله نشلحهم من هنا يا لولمو ايران. يجيك المنظمة تفاعلك تسجل ونطيك راتب تتخب نور المالكي. شوف شون ضحك شون ترتيب عندك الحكام. محكمة واحدة صيح الله، هاي وحدة. اثنين، اقسم بالله هالساعة السجناء النائب المعتقلين فلا بيهم لو يقولون 5,000 ساعة صباحا 300,000 المعتقلين 300,000 250,000 بس ميل هم. والله إذا زيدك علم اللي حافلين للسجناء بالتاجي الحوت الثاني أنا يجي اسمي انت عندك دواعش يقولوا لي عمر 62 سنة. نعم يقول انت عندك دواعش ما مشمول بهذا القرار. يا بعد 62 لا عندي راتب لا عندي عامل. يقول مو مشمول. انت عندك دواعش نور المالكي يومية وربحه والاحزاب الفاسدة تذبح لها يومية 50-60 مواطن. هذه مو عندهم اللي يحطون الطفل جوا الدبابة يقول هذا دعش كل شيء ما عنده. هذه تظل والله تاريخ حرمة يا لولا مو كاظمي اكو غيره اكو. بس احنا نطالب ان على لا العنب والميليشيات لا بأمريكا لا بالحكام ولا بحتى المحامين. محمود من الموصل كان معنا. معنا اتصال صباح من بغداد. صباح، ما الهدف من تغيير أراضي زراعية واستقطاعها من ملاكها الأصليين الذين زرعوها والذين عاشوا فيها لعشرات السنين وتحويلها إلى مناطق سكنية؟ طبعا هذا الموضوع موضوع طائفي،
يعني هذا التطهير العرقي لمناطق معينة يسكنها بعض العشائر المعينة، مثل ما ذكرت بتقريرك دكتور عمر عن الغرير والسعدات والجنابيين، فهذا الموضوع مقصود من قبل إيران والحرس الثوري على إيد بإيد الميليشيات الطائفية، يريد يسوون قواعد عسكرية. شنو الغاية؟ أنت جايب أزمة اقتصادية، الأزمة الاقتصادية المفروض بيهم يدعمون الفلاح العراقي في سبيل يسد جزء بسيط من الاحتياجات المواطن، وهذا الصعود اللي نشوفه صعود الدولار ونزول الدينار العراقي واختفاء هواي مواد عراقية المنشأ من والزراعة من السوق العراقي، لكن هذا كلهم مقصود. هم كل الحكومات المتعاقبة جموا لتدمير اللحمة الوطنية، يعني يتصورون بهاي المواضيع مصادرة الأراضي الزراعية وفسخ العقود أن هذا جزء من الحوار اللي دعا عليه مصطفى الكاظمي. أنت تريد تسوي حوار وطني مصالحة وطنية، غير المفروض تسوي قرارات صائبة في سبيل الصب مصلحة المجتمع، غير المفروض تسوي عفو عام باستثناء المجرمين والقتلة، ترجع الأهل اللطيفية اللي صار لهم أكثر من 10 سنوات مهجرين وقاعدين مكانهم حزب الله والحرس الثوري وسويتوها قواعد للإيرانيين وغيرهم باللطيفية. ديالة أكثر القرى في ديالة في السعودية، وانت صاعد فوق على ديالة، كل هالقرى العشائر السنية كلهم هجرم على ايد العصائد وعلى ايد منظمة بدر لانها محافظة محايدة مع ايران. فاللي يريد يسوي مصالحة وطنية ويا منه تصالح انت وياد علاوي، تصالح انت وصالح المطلق وسليم الجبوري والفتح والنصر وغيركم، بيناتكم تصالحون. اما لو المصالحة مع معارضة عراقية حقيقية مع اسلام نظام سابق، مصالحة مع ان تطلق سراح المعتقلين، المخيمات اللي هاي وصمة عار في جبين كل الحكومات اللي متعاقبة. اكو عراق العظيم هذا بالنفط والخيرات، اكو مخيمات بيه، هاي شوارع بغداد اللي مليانة كلهم جدية ونساء تشحذ، ما لاقي اكل، نسوان يشحذن ويشتغلن عماله. هي المصالح الوطنيه وهي المواطن العراقي البسيط اللي انتم تصالحون كسياسيين بيناتكم. شنو هالكلاوات هاي اللي تمشوها على الناس؟ ناس جايين لتدمير العراق، ما جاي يبنون لا مصنع ولا كل شيء. وشفنا على الموازنه الاخيره اللي اقرها البرلمان بعد صراعات عصيبه، الموازنه ما بيها لبناء معمل او بناء منشاه او بناء جسر او بناء مستشفى، ماكو بناء ولا اكو درجات وظيفيه في سبيل هذا الشارع اللي ملتهب الان في جنوب العراق. يرضون الناس الطلاب الخريجين يرضوهم بدرجات وظيفه ويعينوهم ويعيشوهم عيشه كريمه، يعني ما عندهم سيطره ولا عندهم نفوذ على الشارع العراقي ولا على السوق العراقي. وشفنا احنا استغلال التجار وما حد حاسبهم، وعده مشاكل ملفات عقيمه. هاي الاموال اللي انسرقت من 2003 لحد الان، وين الفاسدين؟ يجون على طفل سرق لباكيت كنيلس يحكمونه ما ادري كم سنه، زين والمليارات اللي سرقها المالكي وهادي العامري او المهندس سابقا وكل السياسيين اللي سرقوهم سواء السنه او الشيعه او الاكراد، ما حاسبوا لهم فاسد. يعني هذا مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود وفايق زيدان، يعني قبل يومين البرلمان صوت على الموازنه اخ صباح وتسرب الحديث بانه هناك فقره ل يعني توزيع اراضي لكل مواطن عراقي. شنو يعني يستقطعون أراضي الناس حتى يطوها الناس ثانية؟ وين العدالة في الموضوع؟ الحكومة هاي الحكومة الفاشلة والبائسة، كل شيء نتوقع منها ظلم بس ظلم. يعني هذا المواطن فلاح العراق اللي صار لعشرات السنين محتاج على هاي الأرض الزراعية، شلون تفسخون عقده؟ تقدر يروح للبصرة أو العمارة أو النجف أو كربلة، يقدر هناك يفسخ عقود مواطن؟ ما يقدر. يعني متقصدين ان حزام بغداد متقصدي ذاك اليوم فتره الضغط على الطارميه، والان الضغط على 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 هاي المناطق الغرير وغيرها والسعادات فوق المحموديه واللطيفيه، وانت طالع على هاي المناطق يعني حزام بغداد، يعني ضغط مو طبيعي على المواطن العراقي. تستقطعها من المواطن العراقي فلاح جاي يخدم وعايش بشرف وكرامه وجاي يزرع وينزل للسوق بضاعه محليه، وتريد توزع اراضي للمواطن العراقي اللي ما عنده 1000 دينار بجيبه؟ بيوت كامله هسه في جنوب العراق ووسط العراق ما عندها 10,000 بالبيت. هاي البطاقه التموينيه المفروض كرئيس وزراء الميزانيه، هاي الميزانيه غير تدعم البطاقه التموينيه، ياهو الأهم. المواطن العراقي ياكل من 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 الحكومة توفر له لازم بطاقة تموينية كاملة، غير توفر وزارة التجارة توفر هاي المواد. شكرا لك صباح من بغداد. محمد من الموصل.
محمد. نعم تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف ترى موضوع تحويل 15 ألف دونم في اللطيفية إلى مناطق سكنية، يعني انتزاعها من أهلها وإعطاها إلى وزارة الدفاع؟ يا ريت تنص التلفزيون للأخير. محمد إذا تسمعني. نعم نص التلفزيون للأخير فدوة. واضح نعم تفضل. السؤال شنو؟ والله بلا زحمة. 15 ألف دونم تم استقطاعها بحسب مصادر صحفية وحقوقية في منطقة اللطيفية. هذه 15 ألف دونم هي مناطق زراعية عائدة لناس نازحين من تلك المناطق، وتوزيعها إلى مراتب وزارة الدفاع. والله هذا ظلم بعينه. نعم ظلم للفقير، هو الواقع بيها ظلم للفقير. الفقير ما له لا حول ولا قوة. الحكومة هسه قاعدة تظلم الفقير. الحكومة هدفع الفقرة، لأن أكثر الناس الفقرة هو ما بقى وأهل السنة. أخي بالنسبة لي يعني أخابر على البرنامج، أنا منتسب بالجيش العراقي. نعم أنا من 2011 بطلت من الجيش. نعم بي حالة نفسية. نعم وما رجعونا للجيش العراقي، ورجعوا الحشد الشعبي. الحشد الشعبي أفرض منا احنا قاومنا الإرهاب. كم سنة عندك خدمة بالجيش؟ 4 سنوات. 4 سنوات تقاعد شيء معونة شهرية؟ ماكو. ثلاث أمراض بي. نعم ثلاث أمراض بي. وأي معين مالي واشتري علاج. الناس صاحبين الخير يتصدقون علي. ثلاث أمراض بي، مثانة كسولة، وهو استهري حالة نفسية. زين أخي محمد، ما راجعت أنت الدائرة مالتك وزارة الدفاع؟ ما راجعتها؟ ما راجع. يرجعون الحشد الشعبي أفرض منه. ليش ما راجعتهم؟ ما رجعنا. إحنا خاصة المداومين أكثرهم سنة، ما يرجعون، ما يريدون السنة يداومون بالجيش. المفروض أنت تراجع وتشوفهم تقاريرك الطبية حتى توضح الصورة. ما يفيد ما يرجعون له. يحاول أنت حاول حتى عشان تقول يسمع صوتي. ما حد تلقى الحجة عليهم. أنت عندك مرض، فتأخذ تقاريرك الطبية وشوف ش راح يكون ردهم. أنا هسا ما يسمع صوتي، معقول يرجعون يخلون رب أصحابي أصدقائي؟ عزيزي أخذ تقاريرك الطبية وحاول، ما خسران شيء أنت. إيه صحيح. وإن شاء الله ما عندك إلا العافية. الله يعافيك. الله يسلمك. حياك محمد من الموصل كان معنا. علي من أربيل تفضل. علي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. شلون أخي؟ شكوك معي برنامج هذا. الله يسلمك ويخليك. الله والله أنا عندي مناسبة. تفضل. الأخ محمد تقريبا يعني حكي على الموضوع هذا. نعم. أنا كنت عسكري بالـ86 شاركت بحرب إيران، عوقت عندي بتر 65% درجة العجز. نعم. نعم. عندي صديق على فيسبوك محامي ببغداد، هو أنطيته رقم الهوية من التقاعدي، رقم تقاعدي. لاحظ التقاعد مالي، التقاعد مالي هناك 460 ألف. طبعا أنا لما نحكي حكي ما أستثني أحد، هم دول كلهم مفسدين حكمهم. طبعا حكمهم كل بس إذلال الشعب العراقي فقط لا غير، ماكو غير شيء. وشاري قلت منها يحبون يذلونا، يخلونا محتاجين، يخلونا كل شيء ما عندنا. والله العظيم يا أخي حتى ما عندي أروح أراجع. أنا رجال مؤدب هسه، راتبي ببغداد 460 ألف. راح في بغداد، بينما من بغداد يوصل لأربيل
بل بينطوني 240 و 220 ما ادري بالطريق ما ادري وين تروح صار 10 سنين اكثر همنا هذا راتبي هيك. يعني انت راتبك بالشهر 460,000؟ هو لما طلع قرار البرلمان قال زمن المالي تصور قال اقر التقاعد كل 400,000. راتبك الكلي ايش قد بالشهر؟ راتبي الكلي ببغداد حلقه ايمان انطيت رقم الهويه مال التقاعد انطيتها لصديقي هذا المحامي اللي بالتقاعد هو امتياز راح على القائمه قال اخ علي انت راتبك 460,000. نعم انت مسوي توكيل الاحد يستلم مكانك؟ لا ابد لعب من يجيب لك اياه؟ لا هو استلمه من اربيل. ها انت تستلمه من اربيل؟ نعم باوع. عندنا مديريه مال التقاعد العامه ببربي. نعم احنا بوقتها ب 92 لما بزمن حكم يقال السابق. نعم لما سحبوا قواتهم من اربيل مو صارت مقدمات بين بيرمرغ وبين الجيش وهذا فالامام حسين قال خلوهم يا هذا خلي يشيل دون خليهم بحر دفعوا فيهم. الراتب ما نقل من موصل بعدين راح المغمور نقل من اربيل يعني طلعنا على ارسون كوفري. احنا العسكريين كعسكريين متقاعدين مع ضباط جنود معوقين كنا نروح نستلم منك. نعم بس ما ادري ورا 2003 احنا 30,000 واحد متقاعد كنا راتبنا نقلت مره واحده من بغداد ما ادري شلون نقلت قسم القاده ما اعرف يعني اتفاق بيناتهم ما اعرف. المهم خلص من حكي انا راتبي 460 يوصل لاربيل استلم من اربيل نقول 240. زين ما راجعت هم دائره التقاعد في بغداد وتاكدت من الامر ليش تستلم انت هذا نصف الراتب تقريبا؟ متأكد هو هذا قرار بالبرلمان طلع اقره قانون يعني اقر راتب 400,000 وصل اي واحد تمام. انا كمحوق يعني عندي نسبه عجز 65% رزق مفتوره والله مؤجر وعندي 6-7 جهال يعني وانا محوق ما اقدر اشتغلهم منها يعني هل قد نطلع انا شلون اقدر اعيش فيها؟ بس ما ادري عيد اسالك سؤال هل سيكونون المحوقين مال وراء 2003 ما ادري راتب يقول لك بالمليون زين احنا ليش ما يسوون اسوه باقراننا مثلا احنا يمكن سحره من العراق وبذات الدفاع والله يا اخي انا ورا الدبابه تركض الصوت. نعم علي علي حتى انت توصل الى نتيجه لازم تراجع دائرة التقاعد وتتأكد من الموضوع مالتك يعني رحت البغداد رحت البغداد مو البغداد رحت لآتن كوفري تمام شنو ردهم شنو الرد؟ رد والله نصا هيك قال لي أخي هو يعرفني طبعا كان مره فسمح الله ورا الأحداث ما صار مدير هناك رحت جمع شخصيا يعرفني هو تمام رحت لما قال لي اخي نفسا هيك قال لي يعني مع احترامي لكم يعني ولو مو خوش حكايه هاي قال لي تريله في انتي تنقل بس انت راسك ما ينقل ما يرجع لهنا قلت له ليش؟ قال لي هاي لا حكومه بغداد تقبل ولا لا يابا انا ما اريد شيء خلي حالي اربي مو مشكله بس انا رجعت نتابع وزاره الدفاع وعندي اصابه فوريه عندي هويه مال التقاعد حتى عندي مال هيئه مقاتلي القادسيه تقريبا الهويه هم حد الحد الان يعني نعم وكانت مده كان حتى الهيئه مال المقاتلين محوق الحرب مال كركوك كان ارمي ما كان اكو ايش ما كانوا موجودين نعم انا كنت تابع لهناك حتى عندي هاي الهويه هسه اطلب اذا سويت مناشده اعتقد يرجعون راتبي الارت الكوبري او المغمور المهم تابع للدوله يكون الحكومه هنا ما ينطوني ينطوني 240,000 والله ما يكفيني. نعم. ان شاء الله يوصل صوتك الى هيئه التقاعد والى الجهات المسؤوله مناشده علي من اربيل. شكرا لك علي من اربيل. معنا اتصال ابو حسن من بغداد. تفضل ابو حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ابو حسن نتحدث اليوم كنا الحلقه حول مصادره 15,000 دونم في اللطيفيه اراضي زراعيه من قبل الحكومه وتحويلها الى دائره الاسكان في وزارة الدفاع.
اخي عمر هاي يعني هي التغيير الديموغرافي هاي بصوره عامه. ويتشجعون الجنود على اساس احنا نعطيكم اراضي واراضي ما خلفهم هم. هاي كلها سوتها الحكومه بالذات هاي يعني هالمرحله هاي اكو مراحل قبلها سابقه. نعم. هي من الثمانينات اخويا عمر. نعم. عمليه صارت على العراق كلها مجملها وكل مشاكلها هاي كلها حمايه اسرائيل. يعني شافوا العراق قوي بالنظام السابق وصار عنده اسلحه وصار عنده خبره بالقتال. فجابت اسرائيل امرت امريكا بين اضعاف العراق وتدميره. يعني ايش تحكي؟ وحده اثنين 100,000 200,000 مليون شغله يعني هم جوي حمايه اسرائيل. لان العراق مخوف اسرائيل وباقي الدول. لان ما يدون العرب يصحون او ما يدون العراق يتطورون او ما يدون العراق يصير براس خير. فجابوا لك هالشله الفاسده لتحكم العراق. هاي كلها الملخص هاي كلها يعني خلينا نفهم الشعب العراقي كله. هاي كل المشاكل اللي صارت من 80 ولحد هاللحظه يعني 2022 هاي كلها لاجل حمايه اسرائيل. اسرائيل لازم يعني يخلوا نفوذها. شلون يقوون نفوذها؟ تدمير العراق بالذات. شوف تاريخ العراق حافظ على دمشق وحارب فلسطين وحارب شغلات كلها. اجل احد ياخذها بغير معنى، هذا الكلام هذا صحيح. لان حمايه اسرائيل عندهم امريكا الاولويه الاولى والاخيره. نعم. شافوا العراق قوي وعندهم مبدا جابوا لك هالمشاكل كلها بالعراق وادوا العراق. هسه العراق ليش ولا ينش. لا حد يقول لي عندنا جيش عراقي ولا عندنا قياده عراقيه ولا اكو ناس عندنا هنا ينتمون العراق ينتمون البلد هذا. نعم. فلذلك يسوون ديموغرافيات ويأخذون أراضي ويدمرون الزراعة وبالزراعة الصناعة الصحة التعليم ما خلوا شيء ما دمروه. هم دول السفر اللي يحكمون العراق هسه. فلذلك هم شافوا إسرائيل أهم شيء. واللي يقول لك إيران إسلامية طلب بإيران وطلب إسلامهم. شكرا لك إسرائيل أبو حسن. وإيران خط واحد. أبو حسن من بغداد كان معنا اتصال. خميس من بغداد تفضل. خميس انقطع اتصال مع خميس من بغداد. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. السادة المتابعين الكرام، نعلمكم بأن موقع قناة الرافدين على الإنترنت وحسابي القناة على تويتر وإنستغرام تم تهكيرهما من قبل ذيول إيران. فالرجاء عدم التعامل معها وعدم الاستجابة لأي طلب يأتيكم من إيميل الموقع المخترق الذي هو info@rafidain.org. والحسابات التي تم اختراقها ويجب عدم التعامل معها هي حساب تويتر، حساب انستغرام، موقع القناة على الانترنت. وكذلك يرجى من المتابعين الكرام متابعة أخبارنا ومنشوراتنا على كل من صفحة القناة على الفيسبوك وحساب القناة على تليجرام. اهلا بكم من جديد. معنا خميس من بغداد يعاود الاتصال. تفضل خميس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا ضابط من الجيش السابق. نعم. يا ريت نص التلفزيون للاخير. نص التلفزيون حتى اقدر احكي وياك. لازم تنص التلفزيون. نص التلفزيون خميس. نص التلفزيون خميس. للأخير تفضل. للأخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا ضابط من الجيش السابق. نعم. وإلى حد الآن راتب ماكو.
قدمت ثلاث معاملات وماكو اخر شيء. طلبوا علي قالوا تعطينا دفتر ونمشي لك المعامله مالتك. نعم، من اللي قال لك تعطينا دفتر؟ والله ذول المعقبين ذول اللي هناك بالمحاربين. زين، انت بعد 2003 ما راجعت للتقاعد؟ راجعت ثلاث معاملات وراحن علي. هسه اخر معامله قبل اسبوع رحت لهم. يقول لي برئاسه الوزراء. نعم. زين، يقول لي عمي روح نام. يقول لي سنه سنتين النوم اذا جت برئاسه الوزراء زين. نعم. ايه، وعندي ابني شهيد بالفلوجة. نعم. عندي ابني شهيد بالفلوجة من 2014. رابع معاملة هسه، هاي المعاملة عندي بالبيت كاملة مكملة، حتى اقدر اصورك اياها وادزلك اياها. كان منتسب هو؟ هو كان منتسب؟ لا مو منتسب. لا عاد شنو؟ اللي انكتب بالفلوجة. نعم. اي، مواليد 99. والمعامله هاي هم نفس الشيء طلبوا عليه، هم يقول لي اعطيني دفتر وامشي لك المعامله واخذ نص بالفروقات. نعم. وانا ما عندي ولا راتب لا شيء وقاعد، فجبت المعامله وخليتها في البيت وسلمتها بيد الله. الله يعينك والله يفرج عن جميع العراقيين وان شاء الله صوتك يوصل معنا. اتصال عطوان. عطوان من بغداد. سلمك استاذ، الله يحفظك. عطوان من بغداد برا عادي الشمعية رحمه الله والديه، كان بالبلد كل شيء مملك والله، طافوه ما عنده مشاهد. نعم. استاذ عمر الله يحفظك. الله يسلمك. السيد الوزير رعاية الاجتماعية والله. وكل شيء ماكو والله، يعني انا خدمت 10 سنين بالجيش العراق. نعم. حرب ايران. وكل شيء ما عنده الله شاهد، حتى فراش ما عندي لا ينام حد، الله شاهد. وعندي 8 جهال وقاعد بالايجار وسحب عندي. وعندي 5 بنات، يعني كارثه. زين، راجعت انت الرعايه الاجتماعيه عطوان؟ والله يوميه اروح لهم، يقولوا يوم يخرج الموازنه، يوميه انا يعني بالحسابات، الحسابات طلعوا لي ورقه غير من الحسابات عنوان وكامل بيها. نعم. وقالوا على الموازنه استاذ عمر الله يخليك مشي لي اياها من يمك بلكي تعوض. والله السيد الوزير يسمعك ان شاء الله، صوتك ينسمع للجهات المعنيه. يرحم امك، يرحم اهلك، ويحفظ الصلاه مالتكم. وواجهت السيد النقيب الحمايه مالته، خطايا عدالي تحيه والله، شاف رجال كبير وعند عمليه، شوفت العمليه خطايا جايبك والله هذا النقيب الله شاهد بالوزاره نفس الوزاره. وانا ذكرتين عن الوزير، قلت له سيدي خلنا نطلب له حاسين الوزير، قال والله عنده اجتماع، بس خطايا رحب بي والله هذا النقيب الشريف ابي شريف. الله يخليك استاذ عمر، الله يطول عمرك. ان شاء الله صوتك ينسمع للجهات المعنيه. نعم. الله يحفظك. عطوان رسل حسان. عيد اسمك حتى يسمعوا. اي، عطوان رسل حسان، امي ذل حسوني. نعم. وانا كل شيء ما عندي بالعراق والله. الله يعينك. يعني مزمور دمار، الله يخليك. استاذ عمر بكيت ناجي. نعم. السيد الوزير يسمعني ان شاء الله صوتك ينسمع. ان شاء الله صوتك ينسمع. عطوان من بغداد كان معنا، شكرا لك. خلونا نرجع الى موضوعنا، موضوع اللطيفيه، وناخذ مقتطفات من بيان مرصد عفاد اللي سلط الضوء حول موضوع اللطيفيه وموضوع مصادره الاراضي هناك. جاء في البيان: في اطار عمليات تضييق غير قانونيه ولا انسانيه تمارسها أطراف مختلفة سياسية وحكومية داخل مناطق حزام بغداد منذ أشهر طويلة وتدخل ضمن مشاريع التغيير الديموغرافي في تلك المناطق، حصل مرصد آفاد على معلومات مؤكدة تشير إلى مصادرة أكثر من 15 ألف دونم زراعي في مناطق شرق اللطيفية جنوبي بغداد وتسليمها لصالح مديرية الإسكان العسكري بوزارة الدفاع العراقية نهاية الشهر الماضي. وبحسب مصادر رفيعة في وزارتي الدفاع والمالية، فقد تم توقيع قرار مصادرة ما يزيد عن 15 ألف دونم
يقيم فيها ما لا يقل عن 2000 عائلة عراقية من الفلاحين والمزارعين من عشائر الغرير والسعدات والجنابيين وعشائر أخرى ضمن كيلو 5 وكيلو 14 و12 وكيلو 18 والسعدات ومناطق أخرى مجاورة تقع شرق اللطيفية المجاورة لناحية جرف الصخر، تبدأ من مناطق مستودع اللطيفية وصولا إلى نهر الفرات وعلى امتداد يبلغ مجموعه أكثر من 15000 دونم، جميعها زراعية منتجة تغذي أسواق العاصمة العراقية بمختلف المحاصيل اليومية عدا عن حقول الدواجن والبيض. نرجع إلى تفاصيل بيان مرصد آفاد. عندنا اتصال محمد من بغداد. انقطع الاتصال مع محمد. جاء في البيان أيضا بأن فلاحون أكدوا بأن قوة عسكرية جاءت إلى المنطقة وأبلغت السكان بقرار إخلاء مناطقهم في أقرب وقت، كونها باتت ملكا لمديرية الإسكان العسكري التابعة لوزارة الدفاع، وتم تسليم بعضهم إنذارات بهدف الخصوص لمغادرة منازلهم ومزارعهم وممتلكاتهم التي يقيمون فيها منذ عقود طويلة أبا عن جد، دون أن يتقدم مسؤول إليهم ويشرح لهم مصيرهم، ويظهر أو يظهر أيضا إلغاء خطة إنشاء مدرسة ابتدائية في المنطقة للسبب ذاته وإيقاف تزويد المنطقة بأي نوع من الخدمات. جاء في البيان بأن الخطوة الخطيرة التي تنطوي على عملية تهجير قسري جديد لا تختلف شكلا ومضمونا عما فعلته جماعة تنظيم داعش في سنوات خالية، وتمثل واحدة من الانتهاكات القانونية والإنسانية التي تمارس تحت غطاء الدولة وباسم القانون. وتواصل كما جاء في البيان مرصد آفاد مع مسؤول بوزارة الدفاع، وأكد بأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء اختارت المنطقة لإقامة مشروع لإسكان الضباط والعسكريين من منتسبي الوزارة، رغم أن المشروع كان يقضي بإقامته في منطقة معسكر طارق غربي بغداد التي هي ملك وزارة الدفاع أساسا، لكن قيام جهات متنفذة بالاستيلاء على أراضي معسكر طارق أدت إلى رفع وزارة الدفاع شكوى قضائية لاسترداد أراضي المعسكر ليصادر إلى تشكيل لجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية، انتهت بتعويض وزارة الدفاع أرضا بديلة عن أرض معسكر طارق في اللطيفية جنوبي بغداد لإقامة مشاريع السكن الخاصة بها. معنا اتصال أمينة من بغداد. تفضل أمينة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بيك. أريد أن أسد مناسبة. تفضل يا أختي. يعني أوضاع الطارمية بالبلديات أكو ناس تأخذ 200 وناس تأخذ 150 و130، يعني حال الأمور تعبانة بالطارمية. من اللي يأخذ فلوس؟ شنو اللي يأخذون فلوس؟ يعني الموس والأجور، أجور يومي البلدية. أي نعم. أي ناس تأخذ 200 وناس لا 80 90، يعني بلكت تناشدونا وبلكت يشوفون نحل، يعني هاي العمال خطية. نعم. عندك أحد من ولدك يشتغل بالبلدية بعقد؟ لا زوجي مو من ولدي. نعم صار له جد. إذا ما صير زحمة. نعم لا ماكو أي زحمة. صار له جد. تقريبا يجي 5 سنين. صار له 5 سنين بعده على العقد ما ثبت. اي عقود وبلكت يعني مناشدة انسانية يريد بلكت يسووهم عقود تثبيت تقصدين. نعم الله يعينكم وإن شاء الله صوتك يوصل للجهات المعنية. أمينة من بغداد كانت معنا. نرجع إلى بيان مرصد آفاد اللي ذكر به تفاصيل حول موضوع اللطيفية، وجاء في البيان بأن أكد المسؤول في وزارة الدفاع بأن اختيار منطقة زراعية منتجة ويشغلها مئات العوائل العراقية سكنا وعملا كان مقترحا من أحد المسؤولين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحكومة مصطفى الكاظمي، وتم الموافقة عليها دون بحث مصير هذه العوائل أو في جملة المخالفات القانونية بالقرار منها، بأنها أراضي زراعية مسكونة ومنتجة ومصنفة على أنها ضمن مناطق الزراعة النشطة في العراق والمستقرة، وتمثل متنفسا بيئيا هاما للعاصمة وطوقا أخضرا لها، والثانية بأنها مخالفة للقانون بتعويض أراضي في محافظة
بمحافظة ثانية. أضاف بأن شبهات فساد كبيرة تحوم حول شخصية سياسية بارزة ومتنفذة من محافظة الأنبار، كونها هي من تدخل على خط الانتفاع من استثمار معسكر طارق، ودفعت باتجاه تعويض وزارة الدفاع بمكان آخر على حساب أهالي تلك المنطقة اللطيفية التي سيتم فعلا تهجير أهلها منها. النائب السابق في البرلمان كامل الغريري قال لمرصد أفاد بأنه توجه إلى الجهات المسؤولة في بغداد وتأكد بأن الأراضي تمت مصادرتها فعلا لصالح وزارة الدفاع دائرة الإسكان الزراعي. وأضاف الغريري بأن هذه الأراضي الزراعية يسكنها أكثر من 2000 عائلة ويقيمون فيها منذ عقود طويلة جدا، كما أنها أو أنهم يملكون عقود 117 التي وزعت لهم في زمن عبد الكريم قاسم بواقع 40 دونم لكل شخص، وكلها منتجة بمختلف المحاصيل، وفيها منظومات مياه ري وحقول دواجن ومواشي، وتمثل أحد سلال بغداد الرئيسية، ومن فيها يقيمون أبا عن جد وتكاثروا فيها، ولا مكان آخر لهم غيرها، حالهم كحال أي منطقة بالعراق. وبين بأنه لا يوجد أي سند قانوني لانتزاع الأراضي من أهلها وتسليمها لوزارة الدفاع وتحويلها من زراعية إلى سكنية، متسائلا هل يجوز تعويض وزارة في محافظة بأراضي في محافظة أخرى كما حصل الآن بتعويض وزارة الدفاع عن معسكر طارق في الأنبار بأراضي في اللطيفية، وحذر من مغبة تمرير الأمر وطالب في الوقت نفسه بالعمل على وقف ذلك. ودان مرصد آفات تورط الحكومة بمشاريع تندرج ضمن التغيير الديموغرافي في العراق، وطالب رئاسة البرلمان ومفوضية حقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة في العراق بوضع حد لجرائم الإبعاد القسري وإعادة التوطين أو تغيير واقع الحال التي تجري في مناطق عدة من حزام بغداد تحت ذرائع وحجج مختلفة، ومنع تنفيذ عملية تهجير قسرية للسكان الأصليين لهذه المناطق، كما طالب المرصد كافة الحقوقيين والناشطين المدنيين بالتنديد والضغط على الجهات الحكومية لمنع وتجريم مثل هذه الخطوات التي تفتح داخل المجتمع العراقي جروحا لا أمل بشفائها في القريب العاجل. نعم، طبعا احنا مثل ما أشرنا في البداية، معنا اتصال علي من اللطيفية، تفضل علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أستاذ. يعني شنو هاي المعاناة اللي تصير باللطيفية يعني بدون سابق علم؟ نعم، نصيل التلفزيون علي يعني أبو حسين، نصيل التلفزيون للأخير وسولفنا إذا عندك معلومات عن هذا الموضوع. أنا أستاذ ما عندي معلومات، بس من خلال يعني إحنا بالمنطقة منطقة اللطيفية ويعني شفنا شيء صار مفاجئ يعني. نعم، كيف تقلب هاي العوائل وين راح تروح يعني؟ نعم أسمعك. يعني أستاذ نرجع يعني من المسؤولين يعني شو بتاكل هاي الوضعية. نعم زين علي، برأيك ليش اللطيفية مستهدفة دون غيرها وهي منطقة زراعية؟ ليش تريد وزارة الدفاع يعني احنا تحويل 15 دونم، 15 ألف دونم بيها يعني إلى مناطق سكنية؟ نعم أستاذ، احنا مستحق يعني شنو السبب وشنو اللي صار وتغيرت هيك الموقف بمعنى تحديدا إلا ما اللطيفية صارت يعني بغير أماكن يعني شنو السبب يعني اللي نريد نعرفه؟ أنتوا تفلحون بالمنطقة، عندكم زراعة، شنو وضعكم؟ نعم قاعدة زراعية، ناس تسكن بيها وزارعة وفالحة وبساتين بيها أبن عندكم. نعم شنو يعني ذنب هاي الناس اللي راح تتهجر من مناطقها؟ عندكم عقود زراعية؟ موجودة بيها عقود زراعية. نعم نعم نعم، نتمنى توصل مناسبتكم إلى رئاسة الدولة للسياسة العالمية. نعم
نعم شكرا. أنا أشكرك علي من اللطيفية كان معنا. طبعا انطلق وسم على منصة تويتر تحت وسم أراضي اللطيفية وتفاعل معه الجمهور العراقي والصحفيون والناشطون. خلونا نقرأ بعض التغريدات على هذه المنصة. الصحفي العراقي عثمان المختار قال: هذه صورة لمنطقة كيلو 14 شرقية اللطيفية، سيتم طرد أهلها منها وتجريفها بعد الاستيلاء عليها من قبل مديرية الإسكان العسكري. هذه ليست المرة الأولى يقول التي تجري فيها عمليات تغيير ديموغرافي بحزام بغداد، بل سبقتها الرضوانية بسلب آلاف الدوانم من أهلها وتشريدهم. ترند الثورة يقول: جرف الصخر ثم الطارمية وديالة وأراضي اللطيفية، هناك تغيير ديموغرافي واضح تمارسه الأحزاب. الصحفي العراقي عمر الجنابي قال: والله عيب، أطلب منكم تتضامنون مع 2000 عائلة عراقية كلهم مزارعين، قررت السلطة تهجيرهم ومصادرة أراضيهم مع قرب شهر رمضان. يقول: وين الإنسانية وين الوطنية؟ الإعلامي العراقي محمد الكبيسي قال: أراضي اللطيفية المستهدفة يسكنها أكثر من 2000 عائلة، كما أنهم يملكون عقود 117 التي وزعت لهم في زمن عبد الكريم قاسم بواقع 40 دونم لكل شخص ومن فيها يقيمون أبا عن جد. أما بكر الجنابي فقال: أرض الأجداد منذ الحكم العثماني، فيها تعلمت الشجاعة والكرم والمروءة وإكرام الضيف ومساعدة المحتاج. أرض زراعية خصبة منتجة ويسكنها عوائل من عشائر عربية أصيلة، في حال تم إجلائهم إلى أين سيذهبون يتساءل. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.